السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا لموضوع آخر من الـ Implicit Object اللي هو Response. إذن إحنا وصلنا للحالة الثالثة. الحالة الأولى إحنا أخذنا فكرة عنها Out, Request, Response. وصلنا للـ Response. طيب Response JSP Response هو Implicit للـ Object اللي هو Type من الـ HTTP Servlet Response اللي إحنا كتبنا Type قبل شوي ووضحناها. هذا الـ Instance يعتبر Instance من الـ HTTP Servlet Response يتم توليدها عن طريق الـ Web Container لكل JSP Request، لكل طلب من JSP. ممكن أيضا يستخدم في إضافة أو التلاعب بـ Response الطلب، مثلا تعمل Redirect، تحول هذا الطلب اللي جاي لك أو الاستجابة اللي الطلب اللي يجيك من المستخدم، ممكن انه انت تعيدها لريسورسز اخر او ترسلها لريسورسز اخر او تعيد اتجاهها لمكان اخر، او ممكن انه انت تبعث لها الايرور مسجز. كذلك خلينا نشوف بمثال بسيط كيف انه احنا ناخذ فكره عن الريسبونس. طيب لو اجينا على هنا عندنا جي اس بي موجود this one، ما عندك مشكله فيها صح؟ ال HTML index ما نشتغل فيها، فقط JSP حناخذ فكرة عنها. طيب شو غير هنا؟ ممكن أنا ممكن مثلا أجي مثلا 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 أعمل شيء لحظ، بما أنه موضوعنا response، هذا كلها أحذفها، أجي أقول له response dot control space، لاحظ هنا response dot اوكي ريسبونس سند، لاحظ في عندي سند ايرور، في عندي سند ريدايركت. خلينا نشوف سند ريدايركت وين حيودينا. هذا الارجيومنت حيكون هو سترينج، بمعنى انه انا حضعها في دبل كوتس. ممكن اجي اكتب هنا مثلا https/ اجي اكتب www.yahoo.com مثلا، اوكي اعملها سيف عفوا، ارجع للاندكس هنا انا اعملها سبميت. لاحظ لما اعمل سبميت بياخذني لموقع ياهو، اوكي بياخذني لماذا؟ ياخذني لموقع ياهو. اذا انا ممكن استفاد من الريسبونس انه اعمل ريدايركت، which is great، هذا شيء جميل. طيب خلونا نوقف هنا وناخذ المرحله الاخرى او الاوبجكت الاخر اللي هو العائد الامبليسيتي اوبجكت. لهنا نقول لكم مع السلامه.